في كتير منا جديد عم ما سمعنا حتى عن إشي اسمه الزومبا. هلا رح نتعرف على الزومبا، شو هي الزومبا، من وين أصلها، وكيف بنرقصها. هي رقصة. فبحب أرحب برشا الأشرم، مدربة الزومبا، ووعد فرج ومريانا شنودة. أهلا وسهلا فيكم. أهلا فيك. يعني الزومبا مش إشي سهل، الواحد لا يوصل مرحلة يعني متوسطة بده يتعب كتير ليقدر يعمل الزومبا. هي لا، ما بنقدر نحكي هيك، هي سهلة وصعبة بنفس الوقت. هلا هي عبارة مش عن رقصة، هي برنامج رياضي راقص بيعتمد على أنغام لاتينية متعارف عليها مثل السالسا، المرينجي، ريغاتون، الهيب هوب، باتشاتا، كمان في كتير منها من الأنغام العالمية، فيها كتير نغمات هندية، شرقية، أفريقية، يونانية، يعني جاي خلطة مع كتير أنغام. بتعتمد، هي أصلها كولومبي، مخترعها كان ألبرتو، هو أصلا من كولومبيا. بتعتمد على الحركات السريعة والبطيئة، فلذلك بتحرق من 500 ل 1000 كالوري. عشان هيك دخلوها على الرياضة. دخلوها على الرياضة بالضبط. يعني ناس كثير بتقول لك طب نسبة عالية من الكالوريز بتحرق. بالضبط، هي أنا بقدر أحكي مثال كثير بسيط. السيارة أنت لما بتشغليها، إذا خليتيها شغالة لفترة طويلة بتحرق بنزين بس بنسبة قليلة، أما إذا بتطفيها وبتشغليها فهون بتحرق نسبة أعلى. هاي هي اللي بتعتمد عليها الزومبا، الحركة السريعة والحركة البطيئة. جديد، هي من زمان مكتشفينها بكولومبيا ولا دخلت عنا جديد؟ لا، هي صراحة من 2001 بلشت تنتشر جديدة. بأمريكا بولاية فلوريدا بلشت، وهلأ صار في كل سنة بشهر 7 بيصير في عنا حفل سنوي لكل زومبا الفاميلي بيجتمعوا هناك. بال 2005 بلش صار في عنا زومبا أكاديمي، صارت علامة تجارية سهل نشرها بالعالم. كمان صار في لهم لبس حتى يميزوها عن الباقي، إكسسوارات، صار لها حتى صار شغلات مميزة. بالضبط، ما هي ألوانها كلها داخلة بالرياضة. نعم، كلها داخلة يعني بالرياضة، يعني مش إنه واحد بيقدر في حفلة بوروم دانس يقوم يرقص زومبا. رياضة، ما بيقدر. هي رياضة أكثر من إنه دانس. عادية. نعم، بس يعني بدها مجهود، بدها واحد عنده بدها انرجي، بدها لياقه. هلا انا زي ما قلت انه هي مو سهله ولا صعبه، بتقدري تتعلمي تكنيكها مره مرتين، وبعدين بتحسيها بتخفف الدبرشن، بتعطيكي هيك شعور بالمرح. يعني هي جاي اجت الزومبا حتى تكسر الروتين، الناس كلها متعوده انه تفوت تحضر كلاس بس رياضه، هلا صار في ميوزك، يعني شوي انه بتعطي نوع من المرح. ماريانا، قد ايش صار لك تلعبي زومبا؟ ترقص الزومبا، ترقص ولا بتلعبي؟ هلا حيرتونا. ترقص وبتلعبي. صار لي هذا رابع شهر. رابع شهر جديدة يعني. كيف لقيتيها؟ كتير حلوة، غريبة لأنه فيها حركات رأس بنفس الوقت، بتحرك الواحد، فيها طاقة، الواحد ما بيروح تعبان، الواحد بيروح لا نشيط. قادر نشيط، قادر يعمل وقادر يشتغل وهيك. فأنت دخلتي على الزومبا عشان الرياضة ولا دخلتي عشان رأس؟ لا، هو صراحة رياضة، تخفيف وزن أولها. بعدين نزل وزنك؟ كتير فرق لازم صراحة. استضيفك مع واحدة من الأخصائيات التغذية والرياضة. لا الصراحة زومبا كتير فرقت معي، يعني فترة كتير قصيرة، فلا كتير حلو. طيب حلو. وعد، شو قدي صار لك؟ تقريبا 3 أشهر من حد ما سجلت في الدانس ماني أكاديمي. والله. وكيف لقي حالك هلا؟ حملك وقت لمشيتي معهم ولا على السريع؟ لا، تقريبا 3-4 حصص، وانه خلص بعديها عادي بصير كثير اتحرك. يعني الواحد اذا بحب الشغله بيقدر يعني بتعلمها اسرع. صح، اكيد. طيب كيف لاقين هالناس اقبال في عمان على هالزومبا؟ والله هي صار لها تقريبا سنتين بالاردن انتشرت، الحمد لله تمام امورها، يعني عم نحاول ننشر فيها اكثر ما بنقدر. هلا صراحه بشهر 11 رح يصير في عنا عقد لاعداد مدربات دوره بشهر 11 اول فتره، بعدين رح يكون في حفل كبير منظم من شركه الام الزومبا، رح تبعت اخصائيين للزومبا، نحن رح نشاركهم هذا الايفنت اللي رح ينظم الايفنت دانس ماني اكاديمي. هلا اي تفاصيل بخصوص هذا الموضوع اللي بحب يشارك او يفوت هاي الدوره بيقدر يروح على سايت zumba.com، هو سايت عالمي. منه بنقدر نعرف كل الاشياء اللي بتصير، الابديتد انفورميشن بالاردن وبالعالم. بنقدر نعرف مين المدربات المرخصين انه يدرسوا الزومبا، اماكن تواجدهم، ساعات حصصهم، حتى نقدر دائما نكون على تواصل. كمان حابه الفت انتباه المشاهدين انه دائما يتاكدوا اسم المدربه موجوده بالسايت، سيرتيفايد ولا لا سيرتيفايد، كمان انه تكون ممبرشيب بزين، لانه بذلك ما بيوصلها لا ديفيديات ولا السيديات اللي موجودة عليها هاي البرامج كلها.
يعني أهم إشي نركز على إنها خلينا نحكيها بالعربي مرخصة. مرخصة. تدرب الزومبا. لأنه أفتكر أي حركة غلط بتأثر يعني. طبعاً ممكن تأذي أي عضو من أعضاء الجسم. طيب بدنا نشوف نتعرف على الزومبا. أكيد. شو رأيكم؟ نتعرف عليها. يلا. يلا أوكي. يلا تفضل. Oye mi gente, yo vengo presentándote la zumba y ya sé que te va a gustar. Sí. Je nous café au pipé, long time nous pas caché du fait. Les week-ends nous a commencé, seul la jamane nous a mené. Passe pas café au décompressé, long time nous a caché du fait. Yo no sé por qué esa música me está volviendo tan loco. Ok. Porque la llevo tan dentro, baila conmigo ya. Y tú vas a descubrir lo que la zumba es. Making everybody meet up feeling good. Cuida que llegamos.
vamos con mucha actitud. Paramos sin enfermos, escucho en la news. Come on everybody, que esto es for you. Making everybody, mira, feeling good. Vida que llegamos con mucha actitud. Paramos sin enfermos, escucho en la news. Come on everybody, que esto es for you. Comuniquémonos de frente, sincero y humilde, pero siempre de mente. Para mi gente yo comunico la realidad. Sonrisas engañadas, ocultadas en la maldad. Para que sepan lo que se siente estar por siempre varados en un abismo, esperando por la muerte. Ser engañados por su mismo presidente. No hay presente naciones con político y millones de clientes. Para que tú me miente o tu receta de que tú no muerde. Si terroristas son primero en tu gente, está pendiente de lo que te gane con Vicente. La gente y tu pueblo mira, aclama tu muerte. Making everybody mira, feeling good. Cuida que llegamos con mucha actitud. Paramos sin enfermos, escucho en la news. Come on everybody, que esto es for you. Making everybody mira, feeling good. Cuida que llegamos con mucha actitud. Paramos sin enfermos, escucho en la news. Come on everybody, que esto es for you. Still block the mockery. Trying to keep us down, we proud, that ain't happening. They Colombians, Puerto Rocks and Manhattan. And amped in this piece, put them up and keep clapping them. Worldwide, universal with the third eye. You not known us, yes, now you know why. I ain't beefing my name, mom, and I'm a nice guy. It's a party up in here, throw them up high. Making everybody meet up feeling good. Cuida que llegamos con mucha actitud. Paramos sin enfermos, escucho en la news. Come on everybody, que esto es for you. Making everybody meet up feeling good. Cuida que llegamos con mucha actitud. Paramos sin enfermos, escucho en la news.